ايه فكري بيك ان شاء الله صرت احسن من قبل، يعني ما شاء الله شهيتك مفتوحه كثير. شيماء خانم، بتعرفي يا شيماء خانم، انا استنتجت انه احسن دواء لوضعي مين؟ انت طبعا. يا ترى صار في مجال انك اليوم ترجع على بيتك بس تخلص الفطور؟ اي بيت؟ ترجع على بيتك. شيماء خانم، يعني معقول عم تقلعيني من هون؟ مو هيك بنوب، مو قصدي اني قلعك ابدا، انا يعني بعد كل شيء صار الفترة الماضية فكري بيك، يعني انت جرحتني كثير. بس شيماء خانم، انا شرحت لك اللي صار هداك اليوم، رحت مع شكران بس مشان ربيها، يعني انت هي حبيبتي وبس، صدقيني. برأيي الموضوع مو هيك فكري بيك، انا بحبك بس انت ما حبيتني بنوم، وهذا الشيء كثير واضح، مشان هيك حاجة نضحك على بعضنا بكفي. يا بنت احكي شي كلمة ترجعي مع امك. ليش مو هي الحقيقة؟ انا برأيي معها حق. مو على اساس اتفقنا؟ مو اتفقنا راضيكي مع احمد ولا نسيتي؟ اول شي بتعمل لي الشي اللي بدي اياه وبعدها بشوف اذا بساعدك او لا. يا مغضوبة، صاير عم تشبهيني كتير انتي، شو هالمخات؟ يلا خلصي اكلك للروح، الشاي وين الشاي؟ حاشرب كاسة شاي. ما لوين بدنا نروح؟ على بيتنا. ايه هلا رح نعمل حالنا رايحين انا وياك مشان نجيب ادويتي، على اساس انا تعبان وانتي رايحة مشان تساعديني، ماشي؟ ايه وبعدين شو بصير؟ شو بده يصير يعني؟ منروح ومنصالحك انتي وعصمات. احمد. احمد؟ مين؟ بدك تصالحني على احمد؟ ايه قومي منصالحك مع مين من كان، مو مشكلة، يلا كملي اكلك. وهي الاولاد صاروا بالشوارع، يعني بهي الحالة لازم صالح شيماء خانم بأي طريقة، بس المشكلة كيف؟ كيف؟ يعني والله معها حق، عم تقول إنها زعلانة، إيه طبعاً، مو أنا ضحكت عليها وتركتها. شو هي الطريقة اللي ممكن ترضى المرة فيها؟ شو بدي ساوي فيها هلأ أنا؟ أخي اشتري ورد لحبيبتك، الباقة بس بمئة ليرة. بمئة ليرة؟ شو شايفتيني أهبال؟ يعني حبيبتك ما بتستاهل؟ والله والله انك جبتيها صح، بجوز هيك ترضى. يلا اختي زبطي لي بقى من هدول الوردات. من هدول؟ ايه يلا من هدول. تكرم عينك، هدول ب 300 ليره. حطيهم، معلش لفيها مو غاليه، لفي لفي لفي. لحتى تتعلمي كيف تنصحي الناس مره تانية. الله يلعنك يا حرامي. وقف عندك، اعتبريها لوجه الله. حسنة وقف، امسكوه حرامي، الله لا يوفقك ولا يبارك لك. انت برأيك شيماء خانم، انت كنت فكرتيني ما بحبك عن جد، بس وحياتك انا بموت عليكي، حتى تعرفي بنظري شو اجمل ورده بين هالوردات هدول. شو هذه؟ ايش هيك عم تعمل؟ طبعا انت. يا الله ما تبكي شيماء خانم، ما تبكي، والله اذا بكيتي انا كمان ببكي معك. بعدهم عني، ابشي. صح على قلبك، ابشي. شو هاد؟ عندي أبشي، عندي حساسية من الورد، أبشي، بدي أخذ الدواء وهدول شيلهم من هون، أبشي، ما بقدر أشوف الورد أبدا. بس شيماء خانم أنتي كل شي عندك حساسية منه. تمام تمام أنا جاي جاي،
رح جيب لك الدواء وملاهن هالوردات. صحة يا شيماء. على قلبك. امشي. والله شغلتك كبيرة. امشي. مو معقولة. امشي. بدي روح اتحمم وغير هدول التياب. بدي فوت هلأ لأنه ما عاد قدران اتحمل هالحساسية أبدا. امشي. صحة وهنا شيماء. بدي موت خلاص. قلبي. والله ما عادت قدرانة. خلاص أنا انتهيت. خلاص. والله ما عادت قدرانة. صحة صحة. أمي أنا طالعة شوي. بدك مني شي قبل ما أروح؟ أمي. لا لا يا بنتي. كنت عم فكر أخذ من القاطو اللي عملتي لأحمد وأخواته. معلش. أخذي كله يا بنتي بيأكلوا منهم ببيتهم. أي بيت؟ ليش عمو فكري ما خبرك شو صار؟ ما فيك إلا تحكي له وتنزعي لي الطبخة. أنت مو ضروري تدايقيه هلأ، بعدين بكرة بتشوفي بيلاقوا شي حل، متعودين على هالقصص. ما شفت مثلك بحياتي. شو؟ عم بعمل مستحيل لخلي شي ما ترجع تحبني، وهي المغضوبة بتجي بتخرب كل شي. شو عمل أنا هلأ؟ ما مشي حال الورد. والله أنا بعرف إنه هي أكتر شغلة بيحبوها النسوان. بدي أعمل شي تاني هلأ. إيه والله والله إن فكرة. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.